السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندس أحمد مجاهد. النهاردة هنتكلم عن مرحلة الترمينيشن الانستليشن بانل بورد اند ترمينيشن. ازاي بترمن اللوحة؟ انا بعد ما بركب اللوحة طبعا براعي ترتيب اللوحة او اللوكيشن بتاع اللوحة تبقى الدايمنشن بتاعي اللي موجودة على الشوب دروم. طيب وبعد كده بنسقها برضه في الصيد تكون ان هي مع الكيبل تري او مع الخطوط اللي داخلها. احنا هنا عشان اللوحة اكسبوز تمام، فاحنا عندنا كيبل تري هننزل بيه بالكابلات بتاعتنا من الفولس سيلينج، ومن الفولس سيلينج بخش بالكابلات عن طريق ادابتور او بلانجس. طبعا هنا استخدمنا ادابتور في ميل ادابتور، وتحت هنستخدم ان شاء الله الكابل الفيدر المين فيدر، ان شاء الله هنستخدم من هنا الجلاندس كيبل جلاندس، ومنها بخش على القاطع الام سي سي بي. طيب انواع القواطع الام سي سي بي اللي هو القاطع الرئيسي، ومقاطع ام سي بي اللي هو القواطع الفرعيه تمام زي ما احنا موضحين زي ما هو واضح في الصوره. طيب من ضمن القواطع الام سي بي تمام في قاطع ار سي بي تمام ار سي بي او. القاطع دوت بيبقى المفروض ان هو حساس للتيار في حاله زياده التيار او حدوث اي شيء، اختلفت التيار اللي في النيوترال او الارث، حصل اي شيء تسريب، انا بمستشعر عالي جدا مقدار الاستشعار بتاعه 30 ملي امبير تمام. بيبقى مكتوب القيمه بتاعته على كل سيركت بريكر، وبيبقى في الكونكشن بتاعته عباره عن ايه، الانبوت بتاعه عباره عن الدايره اللاين، والاوت بتاعه عباره عن اللاين اللي رايح للود، والنيوترال بيعمله كونكشن للباره بتاعت النيوترال وكونكشن للباره بتاعت الارث عشان يكون عنده حساسيه للارث التيار المتسرب في حاله الارث او النيوترال. طيب شكل اللوحة عامة براعي دايما التنسيق في الكابلات بتاعتنا والإلزام بتاعتنا، لازم أفرز كل مجموعة كابلات مع بعضها، بجمع كابلات النيوترال لوحدها، بجمع كابلات الإرث لوحده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، أتمنى إن هو يكون واضح في الصورة تمام. بعد كده بوصل النيوترال على بارة النيوترال، وطبعا بارة النيوترال بتتعرف إزاي في اللوحة؟ بارة النيوترال بتبقى معزولة عن جسم اللوحة مقارنة ببارة الإرث. لو شفنا بارة الارث هنا لا ده هي ممسوكة في جسم اللوحة، بارة النيوترال معزول عن جسم اللوحة وبارة الارث ممسوكة في جسم اللوحة. وعندنا هنا حاجة جميلة جدا ان في فريم خاص بالنيوترال كمان، دي حاجة زيادة بنقدر نحطها ونقفل بيها على بارة النيوترال مور سيفتي اكتر لينا في اللوحة تمام. طيب نراعي كمان ان الفيدر التغذيه بتاع النيوترال هنا، وفيدر الارث برضه له مسمار خاص بيه، وطبعا الفيدر بتاع اللاين او الثري فاز في الام سي بي ام سي سي بي زي ما هو موضح في الصوره. ده تشطيب شكل نهائي لينا ان شاء الله اللوحه او الكيبل تري اللي احنا شايفينه دوت، لازم يتحط له كفر تمام عشان هو اكسبوز، يتحط له كفر بامر الله يغطي بيه الكلام ده. جميع الكابلات تستمد الكابلات لازم نكون مراعيها، البانل سكادول الخاص بيه او سنجل لاين دايجرام لازم اكون مهتم بالبانل سكادول وترتيب الفازات بتاعتي، ومراقب كل فازه الترتيب بتاعها 1 3 5 7 الترتيب الفردي والترتيب الزوجي تمام طبقا للبانل سكادول بتاعتي. الالوان بتاعتي لازم اكون محافظ عليها، بمشي طبقا للدرونج بتاعي وطبقا للبانل سكادول والسنجل لاين دايجرام، يطلع الشكل النهائي زي ما احنا شايفين في الصورة. يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء. وبعد كده بقفل اللوحة بتاعتي، واللوحة بتاعتي بيبقى فيها بوينت تقريض تمام في الكفر بتاعي، ادي شكل اللوحة لما هاجي هقفلها تمام، وفيها بوينت تقريض تمام في الشكل دوت تمام. ده الشكل النهائي يا شباب للوحه، ولازم نراعي بعد تقفيل اللوحه ان احنا بنسد الفراغات دي، لازم نراعي ان نسد الفراغات دي بسداده تمام بتبقى موجوده مع اللوحه ان شاء الله بنقفلها. وكما احنا شايفين الشكل النهائي، يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه المهندس احمد مجاهد.